السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم وده فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. اتأخرت طبعا عليكم، لكن هجيب لكم النهاردة كل التفاصيل من الأول يوم لحد النهاردة. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. أتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم وكمان تستمتعوا كده بالوقت اللي انتوا هتقضوه معايا. دوسي لايك دلوقتي وخلينا نبدأ. بس عايزاكم تكتبولي تحت في التعليقات انتم منتخين ولا لا. انا عن نفسي منتخه بصراحه، بعمل حاجات بسيطه خالص لدرجه ان انا اساسا مش عارفه اصور لكم ايه. يعني الحمد لله البيت نظيف ومنظفينه مع بعض، لكن الدنيا منتخه خالص، اللي هو عارفين اللي هو هدوء ما بعد العاصفه. العكس بقى، يعني احنا كنا شغالين 100 100 والدنيا تمام وعندنا نشاط، وبعدين جينا في العيد بقى خلاص يعني عايزين ننام وبس. فيلا بينا نشوف الفيديو مع بعض وشجعوني بلايك دلوقتي ويلا نبدا. تعالوا ابدا معاكم الفيديو بنفس الترتيب اللي حصل. ليله العيد انا عملت عيش، العيش دوت عملته علشان الفطار اللي هو اول يوم العيد. الصينيه العظيمه بقى بتاعت الفطار المعروفه دي بعد الذبح، فشه على كبد على كلاوي، حاجه كده عظيمه قوي يعني. فقلت اعمل لهم عيش، وبعدين قررت ان انا ما اعملوش بالدقيق الابيض بس، هعمله بالدقيق الابيض ودقيق السميد. تعالوا اقول لكم الوصفه دي، انا كنت اول مره اجربها، هوريكم طبعا النتيجه زي ما انتم شايفين، اقول لكم كمان ايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش فيها. يلا بينا نشوف الوصفه دي مع بعض، وبعد كده ندخل على طول على اول يوم العيد والذبح، وهفرجكم بقى على كل اللي حصل. يلا بينا نشوف مع بعض. المقادير اللي هنستخدمها دي هتعمل معانا 10 ارغفة بحجم كبير، ممكن انتي طبعا تصغري وتعملي بيها كمية اكبر بحجم اصغر. اول حاجة عندي كوباية من المية الدافية، كوباية كبيرة اللي هي كوبايات المية، هنحط عليها كيس من الخميرة الفورية، ونحط كمان معلقة من السكر كبيرة، هدوبهم مع بعض كده، واول ما الخميرة تشتغل معايا وتعمل فوران هضيفها على طول في الخلاط، واضيف كمان عليها كوبايتين كمان من المية الدافية نفس مقاس الكوباية الاولى. يبقى انا كده عندي المقدار 3 كوبايات من المية الدافية، معلقة كبيرة من السكر، وكيس من الخميرة الفورية. عندي كوباية ونص من نفس العيار الكوباية بتاعت المية من الدقيق السميد، دقيق السميد ده اللي هو دقيق البسبوسة. عندي كمان مكعب من الزبدة، بس انا قصت شوية بس من الخليط في حاجة تانية علشان الخلاط ما يفورش معايا، وبعدين هكمل ضرب كله مع بعضه. هضرب الكلام ده كله مع بعضه، الزبدة مع السكر مع الخميرة مع كوباية ونص من السميد مع 3 كوبايات من المية الدافية في الخلاط لمدة 3 دقايق مثلا، لحد ما احس خلاص ان كله اختلط تماما مع بعضه والخليط كده بقى ممتزج مع بعضه جدا. هنزل بيه في بولة اللي انا هعجن فيها. دلوقتي هضيف الدقيق الابيض، عندي الدقيق الابيض هنضيف 4 كوبايات بس طبعا بالتدريج، نفس مقاس الكوبايه اللي انا خدت بيها كل المقادير. هحط كده كوبايتين الاول من الدقيق الابيض، هقلبهم كده كويس. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي من غير عجن خالص، هنعمل كل حاجه بالمعلقه، يعني مفيش خالص عجن بقى وشبه الطريقه العاديه بتاعت العجين بتاعنا يعني. هقلب كده كوبايتين، وبعدين انزل بيهم طبعا معايا ربع معلقه من الملح، هنزل بكوبايتين كمان من الدقيق، وبعدين هيبقى كده تمام. بصوا هلاقي بقى الخليط لسه سايب شويه، هي كده كده العجينه بتبقى سايله، بس انا هلاقيها بتلزق جدا، فهزود لها كمان ربع كوبايه، يبقى كل الدقيق الابيض اللي انا استخدمته 4 كوبايات وربع. بصوا كده كله بالمعلقه، مش هحط ايدي خالص في العجين. هنا كنت بشوف كده العجينه لقيتها طبعا سايله، فضفت لها كمان 1/4 كوبايه على ال4 كوبايات اللي انا حطيتهم كده تمام. العجينة بصوا هتفضل كده بنفس القوام ده، مش هتتماسك ابدا زي العجين بتاعنا اللي هو بالدقيق الابيض العادي بس كده تمام. هبل ايدي بالزيت وابدأ الم العجينة كده، بس هجيب بولة تانية، انا هنا بوريكم بس العجين قد ايه بيلزق في الايد، يعني ده طبيعي جدا. هحط كده شوية زيت على الوش، وبعدين عشان العجينة تبدأ تسيب ايديا خالص هجيب بولة تانية احط فيها زيت وامسحها كويس بالزيت هي والغطا بتاعها، وانزل فيها بقى العجينة بتاعتنا علشان تخمر كده تمام. هوريكم طبعا شكلها دلوقتي بعد التخمير، البولة كلها اتملت بالعجين بتاعنا، وطبعا علشان لما يخمر هيزيد حجمه فما يلزقش في الغطا بتاع البولة، وطبعا بتلزق جدا، فروحت دهنا كمان الغطا من جوه بشوية من الزيت وكده تمام. انا اول مره اجرب العجينه اللي هي السايله دي، اللي هو يعني عجين بالمعلقه بس، هي سهله طبعا، اسهل من اللت والعجن اللي احنا بنعمله في العجين العادي، بس متعبه شويه في لما تيجي بقى تشكليها او تستخدميها، لا متعبه جدا بصراحه.
طيب انا كده العجين بتاعي خمر، هجيب ايه بقى على الرخام عندي او الاقي سطح عندك، هنرش شويه من دي السميد، ونجيب طبق نحط فيه شويه من السميد برضو، وطبق تاني جنبي فيه شويه زيت. العجينه دي لازم عشان تسيب ايديكي لازم تستخدمي لها حاجتين، دي سميد وزيت لازم. انا كنت ببل ايدي من الزيت وابدا بصوا اخد قطعه من العجين كده سايبه خالص في ايدي اصلا مش متماسكه يعني، كنت احركها كده على السميد وبعدين انزل بيها على الرخامه وابدا اشكلها على قد ما اقدر، مش لازم تطلع شكلها مظبوط قوي بس المها يعني، علشان انا محتاجاه يخمر للمره التانية بعد التشكيل كده او التقطيع يعني كده. تمام، هاخد بقى اول حاجه انا اشتغلت فيها، انا طبعا اول ما بدات اول واحده خالص جربتها على الرخامه، حطيت شويه من دقيق السميد وبدات افردها على الرخامه. لازم نفرده يكون تخين شويه، ما يبقاش رفيع قوي لان الرفيع قوي ده بينشف، ودي اول واحده انا جربتها فعلا وطلعت ناشفه معايا. من اول تاني واحده بقى رحت جايبه ورق الزبده وفرده عليه العجينه اصلا من الاول، يعني اخد العجينه كده مع ده التخمير التاني واروح حطها على ورق الزبده واروح فردها بايدي على الورقه على طول، واروح شايله الورقه احطها في الصاج، ورحت عامله كده في كل العجين الباقي وسبته طبعا حوالي ربع ساعه او 20 دقيقه يمكن. لما شكله بصوا بقى عامل ازاي، شكله ارتفع خالص وشكله بقى منتظم وكده تمام، وانا حاطاه طبعا على الورق الزبده مش هشيله تاني خلاص، هنرش بس على وشه شويه من السميد ونحاول نعمل فيه خطوط بالسكينه كده من على خفيف قوي نديها بس شكل كده. هدخله الفرن على درجه حراره 180، فلما دخلته كده في الرغيف الاولاني نشف معايا فروحت مزوده الحراره على 220 طلع مظبوط تمام. المعجنات عموما يعني بتحتاج درجه حراره عاليه، فروحت عامله الحراره على 220 وقعد تقريبا 25 دقيقه من تحت وحمرت الوش بتاعه من فوق. ده كده شكله بعد طبعا كان طالع ناشف جدا، انا طبعا محجر طالع محجر جدا، رشيته بخة مية ورحت مغطياه فوطة بقى بالشكل ده. هو طري جدا 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 يعني طري بزيادة، وريكم طبعا دلوقتي شكله منتفخ قوي ومن جوه ابيض وطري. النتيجة شكلا حلوة قوي، وكمان هو طعمه مش وحش بس مش ده الطعم اللي احنا متعودين عليه خالص. دي اول حاجة ضايقتني فيه بصراحة، يعني هو طعمه غريب بالنسبة لنا عموما، كل حتى ولادي استغربوه. تاني حاجة بينزل دقيق كتير في الاكل يعني بيبهدل الدنيا، يعني مجرد انا بس بقطع كده قدامكم النتيجة بتاعته حلوة وكل حاجة، بس في كذا حاجة فيه ضايقتني في الوصفة فحاسة ان انا مش هجربها تاني بصراحة. انما انتوا لو شكل الوصفة عجبتكم النتيجة طبعا باينة انها حلوة قوي، هيدوخوا شوية في العجين طبعا وانتي بتشكلي عشان العجينة سايبة قوي، كمان هيفرفت كتير من الدقيق السميد اللي عليه ده. يعني انا حسيته يعني جوزي اول ما شافه قال لي هو شبه عيش الشمس كده ليه، اللي هو بتاع الصعيد، قال لي شبهه جدا حتى نفس الملمس بتاعه من فوق ونفس الانتفاخ او الارتفاع بتاعه. بس يعني لو انتوا عجبتكم الوصفة دي ممكن تجربوها، بس انا عن نفسي مش هجربها تاني لان مش حبينا الطعم بتاعه. هو طعمه عيش عادي وحلو وكل حاجة، بس دي السميد مخليه غريب شوية من ناحية الطراوة، طري جدا ومنتفخ والوصفة ناجحة والعجينة حلوة وكل حاجة مفيهاش عجنة خالص، بس الحاجتين دول اللي ضايقوني فيه بصراحة. لكن هو اتاكل عادي مفيش مشكلة يعني، بس مش هجربها تاني يعني. العجين بتاعنا اللي بديه الأبيض والعيش بتاعنا العادي بصراحة أحلى كتير. ويلا بينا دلوقتي ندخل على يوم العيد الظهر. طبعا الذبح ما كانش الصبح، كان الظهر كان افضل حاجة يعني، علشان الصبح بيبقوا مستعجلين ومستربعين ومش عارفين يقطعوا اللحمة، والجزارين بيبقوا بصراحة الدنيا يعني صعبة معاهم قوي مضغوطين قوي. فلكن احنا ذبحنا على الساعة تقريبا 12:30 كده، فكان الوقت ده مناسب جدا. اكيد الفيديو ده المفروض ان هو كان ينزل لكم اول يوم العيد بالليل او تاني يوم حتى، بس طبعا الواحد بيبقى دايخ اصلا مش حاسس بنفسه ولا فاضي انه يمنتج ولا مركز اصلا انه يعمل اي حاجة خالص تانية غير انه يلم الليلة اللي هو فيها، يعني الموضوع بيبقى شاق جدا، ولكن ربنا يديمها نعمة ويجعلنا كده دايما يعني نتعب في حاجات زي كده. كل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بألف خير يا رب. طبعا انا حاولت اصور لكم مشاهد سريعة كده من الذبح، كان نفسي اصور لكم من الاول بس طبعا في اليوتيوب ممنوع مشاهد الدم والحاجات دي والذبح والكلام ده، فحاولت ان انا اجيب لكم مشاهد سريعة كده اوريكم طبعا اللي حصل. بصوا طبعا هو بعد ما ذبح نفخ وبعدين سلخ، وبعدين اول حاجة عملها قبل التقطيع وقبل اي حاجة ان هو فتح البطن وطلع منها اللي هي العليقة اللي هي الكبدة والفشة والكلاوي والحاجات دي كلها،
ودي طبعا اللي هي بتتعمل اصلا في الفطار بقى الصبح. فطبعا اول ما اطلع الحاجه دي انا اخدتها على طول وطلعت علشان اظبط الدنيا للناس اللي كانوا موجودين. وبعدين هو بدأ يقطع طبعا الريش لوحدها ويقسم، يعني يقطع اللحمه، يظبط الذبيحه كلها يعني. وهي ما خدتش اصلا وقت لان هو كان حاجه بسيطه خالص يعني. يعني على الساعة 3:30 كده كان كله تمام خلص. بس كان باقي طبعا بقى قعدنا ننضف ونشتغل بعدها شوية، بس أهم حاجة إن احنا عملناهم الفطار. تعالوا أوريكم بقى الصينية التحفة اللي اتعملت، اللي متعرف عليها في كل الأماكن أول يوم العيد بعد الذبح الفطار يعني. تعالوا أوريكم بقى الصينية اللي فيها إيه، فيها فشة وفيها كبدة وفيها كلاوي وفيها قلب، شوية حاجات كده ميكس مع بعض. اتغسلوا طبعا كويس جدا، والحاجات دي لما هي طالعة طازة كده من الذبيحة فريش تحفة جدا، مفيش أي ريحة زفارة، مفيهاش أي حاجة خالص، بيضة وزي الفل. فطبعا اتشطفت تحت الحنفية وبس. وبعدين اتقطعت بقى الفشة، طبعا استوت الأول لأنها بتاخد تسوية أكتر من الحاجات الباقية، فأخدت تشويحة محترمة كده مع التوابل. وبعدين ضفنا بقى الحاجات دي كلها على بعضها مع بصل وفلفل أخضر والتوابل بتاعتنا، وتشوحوا كلهم سوا ولحد لما استووا كده تمام جدا. وعيش بقى سخن وبطاطس محمرة وسلطة، وكله فطر الحمد لله رب العالمين. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات انتوا فطرتوا ايه اول يوم العيد، سواء كنتوا ذابحين او لا. كل الناس بيبقى ليها فطار يعني، كل بلد ليها فطار غير التاني يعني، ممكن حد يكون متعود على حاجة حد تاني اصلا يستغربها. فاكتبوا لنا بقى في التعليقات، خلينا نشوف ونتعرف على الفطار بتاع اول يوم العيد في كل الدول. عايزه اقول لكم ان الصينية دي اساسا احلى من اللحمة نفسها بجد، حاجة كده عظمة عظمة جدا يعني. تعالوا بقى اوريكم بالليل انا عملت ايه. المفروض طبعا ان احنا بنكيس اللحمه وندخل على الفريزر على طول ونشوف اللي هيطلع يطلع واللي هيدخل الفريزر يدخل. بس انا حبيت ان انا اخليه، حتى قلت للجزار سيب لي الورك ده كده على بعضه يعني، الفخده دي كده ما تقطعهاش اصلا، فسابها فعلا على بعضها كده. وانا اخدتها بقى بالليل طبعا شلتها في التلاجة، وبالليل قلت ان انا مش هشيلها في الفريزر وهي كده يعني مش متبله، قلت ان انا هغسلها واظبطها واشيل منها اي شعر موجود فيها ونعمل لها التتبيله المحترمه ونلفها بستريتش وندخلها الفريزر، نطلعها ان شاء الله مع بعض على التسويه على طول بكره نسويها على طول. فاحنا اول يوم فطرنا الصبح الفطار اللي شفتوه ده، وبالليل عملنا لحمه بشوربه بس كده ورز عادي، والدنيا كانت بسيطه لان كنا فاطرين تقريبا على الساعه يمكن 5، فكان خلاص يعني ما عادش في وقت للغدا، خلاص ما كانش في وقت ان احنا نتغدى بدري يعني. فالموضوع كان اول يوم كده بسيط يعني. تاني يوم بقى ان شاء الله نعمل لهم بقى الفخدة دي كده في الفرن مشوية مع خضار بقى، وان شاء الله نظبطها مع بعض. بس تعالوا دلوقتي نشيلها متبلة في الفريزر، يعني انا هشيلها في الفريزر مش عارفة اعملها بكرة تاني يوم او تالت يوم لسه مش عارفة، فان شاء الله نتبلها مع بعض واوريكم ان شاء الله التسوية اللي هنعملها فيها. معايا في التتبيلة دول بصلتين كبار مبشورين ناعم جدا جدا من غير اي قطعة فيهم، ضفت عليهم زبدية، علبة زبادي، ومعلقة كبيرة من بهارات المشاوي، معلقة كبيرة من البابريكا، ربع كوباية من الزيت، شوية من الملح، معلقة كده من الثوم المفروم، وعندي حوالي 3 معالق كبار من دبس الرمان، وطبعا نص معلقة من الفلفل الأسود. قلبت كل الكلام ده، مضفتش توابل كتير، هي بهارات المشاوي والفلفل الأسود والبابريكا بس. قلبت كده الكلام ده كله مع بعضه، وجبت الفخدة بتاعتي قطعتها كده يعني شرحتها بالسكينة، عملت فيها فتحات. وهنزل بقى التتبيله الخطيره دي، على فكره في كمان عصير ليمونه، وهكتب لكم برده التتبيله في صندوق الوصف. دي كده حاجه انا معتمداها في الموضوع ده، حاجه تحفه جدا يعني، ما تخرش الميه زي ما بيقولوا. انا بصوا حطيت كده التتبيله عليها وبدات ادخلها جوه الفراغات وهقلبها الناحيه التانية، كنت نسيت اقطعها او اعمل فيها فتحات، هعمل بالسكينه دلوقتي. بعد كده ندخل بقى التتبيله جوه ونظبط كده الفخده، نخليها حته حته خلاص اتبلت واتدخلت فيها التتبيله دي، من الحاجات المهمه جدا اللي بتخلي فعلا طعم اللحمه مختلف تماما كده. تمام، حسيت ان انا هسهل على نفسي ان انا يا اما اعمل حاجات تانية يا اما انا ما اتعبش واقف في المطبخ كتير، لان انتوا عارفين طبعا بنصحى في العيد متاخر جدا، حاجه كده يعني استفزاز. فبالنسبه للغدا عشان لما نصحى يبقى حتى الغدا على التسويه يعني، ما انا لسه ما نقفش في المطبخ ونطلع من الفريزر او لسه نتبل بياخد وقت كتير، فنغديهم بقى كل يوم الساعه 10 بالليل ما ينفعش كده. فقلت ان انا اجهزها احسن وهي لسه فريش كده، تدخل فريزر متبله على طول بدل ما نجمدها ونرجع تاني نفكها ونتبلها وبتاع. فانا دلوقتي خلاص كده جبت بقى الاسترتش بتاعي ده، فردته كده، هو كان كنس شويه ففردت كده بالطول وبالعرض عشان نقدر نلم فيها الفخده بتاعتنا. بعد كده
نزلت كمان باقي التتبيله عليها اللي كانت موجوده في الصينيه وحلفه كده كويس جدا. لازم لازم تتاكدي لو انتي عامله تتبيله مثلا لبطه ومش حطاها في علبه، حطاها زي في ستريتش زي ده، تتاكدي انها ما بتسربش. لازم تلفيها 500 لفه. بجد بجد موضوع التسريب ده صعب جدا، ممكن تفضل تسقط وتنقط في الفريزر وتبهدلك الدنيا. فانا لفيتها كويس وبعدين لفيتها تاني كويس مرتين كويس، وبعد كده اتاكدت تماما انها ما فيهاش اي حاجه. رحت جايبه بقى كمان كيسين من كيس التلاجة الكبار بتوع السندوتشات العاديه دول، حاطه اتنين كده في وش بعض، يعني واحد من الناحيه دي وواحد بقابله من الناحيه التانية علشان اتاكد ان ما فيش اي حاجه ممكن تسرب. هدخلها بقى الفريزر على كده، وان شاء الله نيجي نسويها مع بعض ونشوف هنعمل بقى التكات والحركات ازاي. كده خلص الفيديو بتاع النهارده وخلص الروتين. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. كل سنه وانتم طيبين، تعود عليكم الايام بالف خير. عيدوا عليا بلايك وكمان تعليق تحت الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.